نروح للختام مع الساحرة المستديرة العالمية والمونديال ومن جريدة الأخبار. المغرب تعيد البريق للكرة العربية، أسود الأطلسي تفترس شياطين بلجيكا. يعني كان أداء مشرف، والمنتخب المغربي سجل تاني الانتصارات العربية في مونديال قطر. يعني كانت مباراة برضو مثيرة ودرامية إلى حد كبير، صح، من قبل البداية منذ إصابة حارس المرمى لحد نهاية المباراة. أداء بطولي من المنتخب المغرب فرحنا كلنا امبارح، ويمكن هو كسب فريق كبير، فريق بلجيكا. الفريق ده اللي هو مصنف تاني عالميا والأول أوروبيا، ويمكن ماتش هم جم بتوع بلجيكا جم يقربوا من كرة أفريقيا أو شمال أفريقيا، فلعبوا مصر، مصر اديتهم فوق دماغهم في الماتش اللي كان من حوالي ودي أسبوعين، ماتش الودي. مصطفى محمد وتريزيجيه وعمل عليهم ماتش حلو قوي. الأشقاء في المغرب عملوا ماتش رائع جدا عظيم. امبارح، تحدوا كل الظروف، وهم أقرب حد أو أقرب للصعود. منتخب عربي للصعود لدور ال بس السعودية 16. أمامها فرص برضو قدامها فرصة بالصيف. إنها تفوز، وخلي بالك المكسيك عنده نقطة، الأرجنتين يعني المجموعة بقت معقدة جدا. مجموعة السعودية، السعودية عندها 3، الأرجنتين 3، ثلاثة. المكسيك عندها نقطة، لو كسبت السعودية هتخش في الموضوع. تمام، فإحنا لسه الموضوع ده لم يحسم يعني. لم يحسم. حتى في الماتش اللي جاي هيتلعب كله في نفس التوقيت، الأرجنتين هتلعب ماتشها في نفس التوقيت مع بولندا، وماتش رخم جدا جدا جدا. بولندا عندها 4 والأرجنتين 3، الأرجنتين لازم على الأقل تكسب علشان خاطر تضمن إنها تروح للدور الثاني. نرجع لمنتخب المغرب، أنا لفت نظري صورة مهمة ايوه جدا. لسه كنا هنتكلم عليها حالا، اتفضل. الصورة الصورة دي. ايوه الصورة الجميلة، صورة أشرف حكيمي، ويمكن والدته. دي والدته. هو يعني يمكن الناس كتير استدعت امبارح اللي كان بيقوله اشرف حكيم في اوقات سابقه، قال لك اينما اذهب تذهب معي امي. ده واحد. اتنين، قال لك حقيقي. تخيلي يا اسماء، هذا اللاعب العالمي الان، يعني هو طبعا جناح عالمي واسم كبير اسم جدا كبير في اوروبا. دلوقتي. قبل كده في تصريحات كانت ليه من فترة قال لك أنا عمري ما خجل إن أبويا كان بائع متجول ولا أمي كانت خادمة في البيوت. شايفة حاجة العظمة، شايفة عظمة الثقة بالنفس، عظمة حقيقي. وشايفة الجمال، وشايفة الإبداع. وهنا بعد ما كسبوا امبارح وعملوا ماتش كبير، جري على والدته اللي ساعدته إن هي تاخد منه القميص وتحتفظ بيه، و يطبع قبلة على رأسها. تحية لأشرف حكيمي، حقيقي. تحية للمنتخب المغربي، مبروك لكل أشقائنا في المغرب هذا الفوز المستحق، وإن شاء الله نشوفهم في الدور الثاني، ونتمنى نشوف السعودية في الدور الثاني. إن شاء الله.